شو رايحة لحالك؟ إذا بتحبي سفر بيوصلك. شكرا حكمة بيك، أنا تقلت عليكم، صار لازم أرجع على الفندق. بدك ترجعي وإنتي هيك؟ الحمد لله أنا صرت أحسن. أنا بوصلك لكان، تفضلي. لا ما في تعب. ليك ابني شغل المكيف مشال مدام. ايه حسيت انه صار شوب. شكرا. مرقت هديك الايام عانيتي كتير يا سنقول، بس شوفي وصلتي للي بتستحقيه، حلال عليكي. سنقول اللي كانت تعيش بالخرابة واللي كانت تطلع بالباصات واللي ما كان في بجيبتها قرش واحد، خلص راحت هلأ وإجا بدالة سنقول اللي عند الخدم والقصر تبعها. هي هي أيامك. كل هاد العز هلأ صار لإلي، إلي أنا. روح على الشركة فورا. لا مو ظابطة. لا شو هالقعدة كمان. عم بستنى تجي يا كمال تارهون. تعالوا شوف شو اللي مستنيك. كيف؟ معبي مركزي مو هيك؟ قرب لا تخجل. ضبيت لك اغراضك بهي الكرتونة، فيك تاخدها انت ما بدك. وهلا نقلتك على مكان جديد بليق فيك بهي الشركة. لا، هالمكان انعمل خصوصي لإلك. نسق مع السكرتيرة وبلشوا شغل فورا، عنا شغل كتير وما بصير نضيع وقت. مفهوم؟ شو هالتمادي وقلة الأدب؟ مين بتكوني انت؟ مين بكون أنا؟ زوجة المرحوم حكمة تارهون، وورتني نص الثروة اللي كان بيملكها، وانت سبق وقريت هاي الوصية. تأكد منها، شوفها. تذكرتها هلأ؟ رح أعطيك الحل. روح ارفع قضية وقول أكلوا علي الورتة تبعي من أخي، وخلي الإعلام يعرف. شو رأيك؟ أنا جاهزة، ارفع الدعوة وقت اللي بدك. ما رح انزل لمستواكي،
شوف اسمعني، من هلأ ورايح إذا لزمك مصاري بتاخدها من المحاسب. لا تصرف مصاري بلا طعمة، فهمت علي؟ ها؟ شو هالحكي؟ قال شو ما بده ينزل لمستواي؟ أصلاً أنا رح أعلمك كيف بيكون الأدب كمال تارهون. ألو؟ والله طلع مثل ما قلتي تماماً، متكبر ومتعجرف كتير، بس أنا مسحت بكرامته الأرض، ما عاد يجي مرة تانية. صحيح بدي أسألك سؤال، البيت اللي عايش فيه كمال الشركة دافع حقه؟ إيه ها؟ بلش اللعب الحلو. هلأ رح خليهم يتعلموا من هي سونغول تارهون وكيف ما يحترموها ويقدروها.